نحب نشكر سمو ولي العهد رئيس الوزراء على بادرته، وهذا مو شيء غريب عليه. فهذا احنا عيالنا محتاجين له وايد صراحه. هو تاج راسنا وحبيبنا، وان شاء الله يكون لنا سند. وجه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باطلاق البرنامج الوطني للتوظيف الثاني، الذي يوفر بموجبه اكثر من 25 الف وظيفه عمل، فكيف كان تفاعل المواطنين مع هذا التوجيه؟ اتمنى انه يكون مو بس ولدي، عيال كل العاطلين يشتغلون. فيعني اذا اشتغلوا احنا حللنا وايد اشياء، خصوصا الاشياء الاقتصاديه. والله انا يعني في هالعمر وبقعد هني غير الحاجه، فارجو ان شاء الله انه يكون هذه المبادره يعني بدات خير وبدايه طيبه ان شاء الله للشباب. فاحنا نحتاج هاي الشيء حق عيالنا، يعني يحفزونهم مثلا في الدراسه، في الاشغال مثل العاطلين، يعني يكون يساعدون نفسهم، يساعدون المجتمع. هذا شيء يعني يشكرون له اذا بيصير بالشيء. هذا التوجيه ها كعاطل عن العمل بكل ترحيب ها، واتمنى ان كل التوفيق لسمو ولي العهد ورئيس الوزراء، التقدم وكل شيء يتمنونه الشباب يحققها لهم، وذي امنياتنا. وطبعا هذا الشيء يكون بادره جيده من خلال هو غلق ملف اللي هو العاطلين عن العمل، وخصوصا احنا نلاحظ ان هذه الفتره كان في تزايد الشكاوى ان عدم وجود وظائفها، فاحنا نشوف بالعكس ان في المستقبل ان تتوفر هذه الوظائف وان تنحل مشكله العاطلين عن العمل. شيء طيب يعني مبادره من ولي العهد يعني، وبالعكس يعني راح يثلج الصدور ناس وايد عاطلين يعني سنين هم يدورون حل حق هالمشكله هذه، ونتمنى ان يسرعون في الموضوع يعني. والصراحه هذا يعني شيء ما يقصر فيه ولي العهد لانه اصدر، لانه في واجد عاطلين عن العمل.